الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم المحاضرة الرابعة راح تكون عن توصيل المقاومات. توصيل المقاومات حتكون جزئين منها. جزء محاضرة اليوم اللي هي التوصيل على التوالي، بعدين المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله راح تكون التوصيل على التوازي. يعني هذه في التجارب تعتبر التجربة الرابعة، لأن نحن راح نشوفوا عليش نص أو شن هي أو شن هو التوصيل المقاومات على التوالي عندما يكون هناك عدد من المقاومات متصلة بحيث تكون مسارا واحدا لمرور التيار، وأن التيار ثابت القيمة في جميع المقاومات. في هذه الحالة تكون المقاومات متصلة على التوالي، والشكل إن شاء الله التالي يوضح حالات مختلفة من التوصيل. تذكر بأنه إذا كانت هناك قيمة واحدة للتيار بين أي نقطتين تصبح جميع المقاومات بين النقطتين موصولة على التوالي. هناهي إشكال لبعض توصيل التوالي، المسار متاعهم هذا كله توصيل توالي، هنا نفس الشكل ما فيش حاجة فاصلة بيناتهم، مسارهم واحد نفس المسار. جميع الأشكال عندنا هنا هذين توصيلات مختلفة لتوصيل التوالي، المقاومات على التوالي، بحيث أن نحن نوصل شنو؟ أن المقاومة الكلية متاعتهم المقاومات لتوا، المقاومة الكلية لعدد من المقاومات المتصلة على التوالي هي عبارة عن مجموع المقاومات، أي أن الآر تي اللي هي الآر توتال متاعهن شنو تساوي؟ تساوي الآر واحد زائد الآر اثنين زائد الآر ثلاثة إلى آخره. يعني كل ما كان فيه مقاومات متصلات على التوالي راح تكون الآر توتال متاعهن شنو حاصل الجمع. كيف نطبقه نحن القانون تو هذاهي؟ كيف نطبقوه أو كيف نطبقوا توصيل التوالي في برنامجنا؟ راح نجيبه مقاومتين مثلا على التوالي كمثال، هنا الأولى الثانية، طبعا هنا بدون استخدام طبعا مصدر جهد، لأن احنا اللي نبناه في المقاومة الكلية هنا، وهنا بدون ما نستخدم مصدر جهد راح نستخدم جهاز يساعدنا في الشيء هذا، اللي هو جهاز المالتيميتر، اللي هو قلنا وين يكون في المقاومة في الخانة هذه، نجول آخر خانة هنا، نجو عند هنا ونختاره أول واحد، يعني آخر واحد هنا بالنسبة للقائمة، نختاره أول جهاز اللي هو المالتيميتر. هذا يجي استخدام أو دور المالتيميتر، نضع المالتيميتر بالطريقة هذه، راح نوصل فيه المقاومات بحيث أن يعطينا المقاومة الكلية. وهنا نكرر أن بدون استخدام مصدر جهد، هنا مصدر جهد ما عندناش، استخدمناش مصدر جهد، نحن نبو المقاومة الكلية، راح نوصله الموجب في المقاومة هذه السالب في المقاومة هذه. يعني فرضا هذه المقاومة راح تكون، لو قلنا مثلا المقاومة هذه نعطوها قيمة ولتكن 25 أوم، نزول أول خانة هنا ونعطوها
شيفت ار واحد هذه الاولى، نضغط اوكي. في المقاومة هنا نختاروا نسموها الار اثنين وقيمتها مثلا 35 اوم، اعطيناهم كل واحدة قيمة، يعني وصلنا السؤال السالب وصلناه بالار واحد، والموجب هنا وصلناه بالار اثنين، وعطينا كل واحدة منهم قيمة، قيمة الار واحد 25 اوم وقيمة الار اثنين 35 اوم. هنا هي قبل ما نشغل المفتاح لازم ننبهوا على شيء مهم، انك انت لما وصلت هنا جيت تضغط عليه ضغطتين صار طلعنا البرنامج. هنا عندك خانات، هنا من خلال الرموز هذينا نحن نختار الرمز اللي هو اللي يرمز للمقاومات اللي هو الاوم. هنا لازم تنتبه، لازم يكون الطالب منتبه للشيء هذا، لانك لو اخترت الفي او الاي راح تكون قيمتك او النتيجة بتاعك خطأ، لانك انت هنا اللي تبيها من التجربة اللي نبوها احنا المقاومة الكلية، فناخذوا رمز متاع الاوم اللي هو اللي يرمز ليش المقاومة الكلية. هنا لو تشغل لما اخترنا نحن الرمز وعندنا كل مقاومة عندها قيمة وموصلة تمام، نجو هنا نوصل المفتاح او نشغلوا المفتاح بتاعنا، لما تشغل يعطيك القيمة، يعطيك القيمة اللي هي 60 اوم، اللي هي حاصل من حاصل جمع الار واحد زائد الار اثنين، يعني هذه تكون شنو الار توتال بالنسبة لنا، هذه تكون الار توتال. اهم شيء يكون التوصيل صح، راح نعاودوه على السريع. يعني جيب مقاومة الثانية، مقاومتك الثانية هنا توصل بيناتن، تختار الجهاز من هنا من الخانة هذه، اختار المالتيميتر بتضغط عليه مرتين يطلع الجهاز هنا، تسحب فوق اذا كان جهاز ما طلعش عندك، تسحب فوق شوية وترده، تختار هنا الرمز واللي احنا اللي قلنا عليه اللي هو نختاره رمز اللي هو الاوم اللي يرمز للمقاومات او المقاومة الكلية اللي بنطلعه احنا اللي هي الار توتال، نوصله السالب في الار واحد والموجب في الار اثنين، تعطيها قيمة قلنا مثلا 25 والثانية نعطوها 35، بحيث ان تو هكي كل شيء جاهز، لما نشغله نحنا راح يعطيني القيمة اللي هي 60 اوم ترمز الار توتال اللي هي الار الكلية اللي نبوها احنا، وهنا بدون استخدام مصدر جهد. تجربة بسيطة، لكن احيانا اذا كان انت درت اي شيء خطأ، اذا كان اخترت الرمز خطأ تطلع معاك القيمة خطأ، او توصيلك اذا كان مش موصل صح راح يكون معاك خطأ، لازم تنتبه لكل رمز. ان شاء الله المحاضرة الاخرى او المحاضرة اللي بعد هذه ان شاء الله هتكون توصيل التوازي، ان شاء الله هنوصله على التوازي.